العمياء. هذا الشيء راه كيدور في الخاطر لانه بزاف هاد الناس هادو راه خاصهم عقوبات اقصى العقوبات لانه ما يمكنش بنادم ياكل هاد الشيء هذا. كتشوفوا فيه كذا اللحم خانز خاص المراقبه تكون ديما وما كان ماشي كنعموا راه كاينين الناس شرفاء هما كيبيعوا اللحم داك الشيء نقي وزوين وجوده عاليه وكاينين الناس اللي صناك تما كيبيعوا داك الشيء نقي ماشي كنعموا هاد الشيء واحد في حوته كتخنس الشواري هادو ما كيبيع المواطنين والناس ديال الساندويشات فهمتي ما كيبيع الناس كيجيو عنده لانه كيبيع هاد الشيء سري ما عرفناش حنا كندوزو كيبان اللحم نقي ولكن هاد الشيء اللي لداخل الله اعلم ما عرفناش هو يتحاسب امام الله فهمتي اللحم هو كيبان لك زراق كفته هو وكنشكروا الناس ديال السلطه المحليه لانهم هما اللي طلعوا هاد السيد هذا.